الشعب المصري اللي النهارده نزل حوالي 4 مليون. نتمنى ان شاء الله النهارده بعد الظهر كمان ساعه ساعتين نكمل فرحتنا. عاوزين نبقى اكتر من 20 25 مليون. بشكر كل نزلوا ودعوا كل الناس كملوا. زي ما احنا شايفين الامن ما شاء الله، الشرطه مع الجيش مع الشعب نفسه هو اللي بيامن نفسه، في هدوء في استقرار.